هذا الموقع كان مهم جدا لإنشاء هذا النسب، كون هذا الموقع كان مكان أو مقبرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 80 امرأة مسنة، وأيضا أطفال، كان بينهم أطفال في هذا الحوض الموجود أمامكم، حيث تم أسر في 3 من آب 2014، تم أسر الكثير من الإيزيدين وقاموا بفرز النساء الكبيرات بالسن والأطفال وجمعهم في هذا الحوض ودفنهم أحياء. تألف النصب الكذكاري من 25 لوحا حجريا بارتفاعات مختلفة بين متر وعشرة أمتار. الفكرة الرئيسية للألواح هي تمثيل جبل سنجار الذي شهد معظم عمليات الإبادة الجماعية ضد اليزيديين، حيث كان الجبل على مر العصور ملجأ وملاذا لأهل المنطقة. وكل شاهدة ترمز لشخص راح ضحية هذه الإبادة الإيزيدية، حيث لم تفرق بين النساء والأطفال والرجال. شفت من واجبي كمعمارية إيزيدية أن أقدم هذا التصميم كهدية لأرواح شهداء هذه الكارثة.